السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مساء الانوار على كل المشاركين وكل المتابعين وكل المشاهدين. هزيمه قاسيه للنادي الاهلي النهارده قدام نادي بيراميدز بثلاثيه نظيفه مقابل لا شيء. اسوء حاجه ما كانت في المباراه النهارده قدام نادي بيراميدز وهي رعونه اداء لعيبه النادي الاهلي، عدم تركيز لعيبه النادي الاهلي. بعض الناس وبعض الجماهير ومن النادي الاهلي طالعه بتنتقد مارسيل كولر وبتقول ان مارسيل كولر اخطا في التشكيل واخطا في اداره تكتيكيه في اللقاء، ومارسيل كولر كان عامل روتيشن ومش هو ده الوقت ان انت قدام ماتش قدام نادي بيراميدز تعمل روتيشن بالمنظر ده وتريح معظم اللعيبه. النهارده علي معلول ما لعبش، النهارده محمد هاني ما لعبش، النهارده بيرستاو ما لعبش، النهارده كهربا ما لعبش، حسين الشحات كنت تاخد احتياطي شريف مواجهات الشوط الثاني اخر 10 دقائق. فماتش زي ده كنت انت محتاج التيم الاساسي بالنسبه لتيم النادي الاهلي كنت انت تلعب بيه مع بدايه اللقاء. انا هقول حاجه واحده لكل جماهير نادي الاهلي وهي انا ما اقدرش الوم مارسيل كولر في ماتش زي ده. مارسيل كولر حسم بطوله الدوري، مارسيل كولر خد خلاص اللي هو عايزه من بطوله الدوري، مارسيل كولر حقق العلامه الكامله مع النادي الاهلي بالنسبه للبطولات، واخد كاس سوبر، واخد كاس مصر، واخد دوري ابطال افريقيا، وصلنا لكاس عام الانديه، وحسم خلاص بطوله الدوري. فانا ما اقدرش الوم الراجل زي ده وهو في الفتره دي فتره محتاج ان هو يبتدي بقى يحضر للسنه الجايه، عنده بعض اللعيبه عايز اشوفها، عنده بعض اللعيبه عايز اتفرج عليها، عندي خطط عايز اجربها، عندي توليفه عايز اجربها، عندي لعيبه ممكن ان انا احطها في مركز غير مركزه عايز اجربه. ده الوقت اللي انا اعمل فيه الكلام ده، لان خلاص من بعد بقى ما انتهى بطوله الدوري عند 4-5 ماتشات عادي جدا ان انا اعمل روتيشن في الفتره دي، عادي جدا ان انا اغير من اللعيبه بتاعتي عن اللعيبه الاحتياطيه تلعب، اعمل لا مركزيه ما بين اللعيبه وبين بعضها، لعيب مثلا بيلعب نص ملعب لا احطه باك رايت، لعيب باك رايت لا احطه في نص ملعب، لعيب مثلا بيلعب وينج ليفت احطه لا وينج رايت، لعيب مثلا بلاي ميكر لا اخليه مثلا مهاجم، لعيب جناح لا اخليه مهاجم. وارد ان انا اعمل كل الكلام ده، ده الوقت اللي مارسيل كولر وقته ان هو يعمل فيه مطلق الحريه زي ما شاء. انت خلاص لا الثلاث نقاط دي هتفيدك في حاجه، ولا الثلاث نقاط دي لو خسرتها هتضرك في حاجه، الثلاث نقاط دي ولا ليها اي لازمه. ولكن العيب بقى ان انا في الوقت اللي انا كمدير فني يعني ببتدي ان انا اعتمد على لعيبه، ان انا المفروض بقى يعني انا بجربها خلاص، واحد زي كريم الدبيس انا بجربك، واحد زي خالد الفتاح انا بجربك في ماتش صعب، ماتش تقيل عايز اشوفك هتعمل ايه، واحد مثلا زي اللي نص الملعب وعايز محمد فخري اديني بقى حاجه، واحد بقى مثلا في نص ملعب زي قفشه انا برجعك وبخليك من العناصر الاساسيه، طب وريني بقى تعمل ايه، واحد زي طار محمد طاهر انت دكه طول الموسم، النهارده بقحمك في ماتش صعب قدام بيراميدز واحتكاك قوي ومنافس قوي، دي الماتشات اللي انا عايز اشوف فيها الصف الثاني. وانا من وجهه نظري الشخصيه بعض الناس بتلوم مارسيل كولر، لا انا عارف مارسيل كولر كان عيب بالفريق الاول كان هيكسب الماتش، يعني انت بتتكلم في ايه؟ مارسيل كولر كان مركز اصلا في الماتش وحط تركيزه في الماتش زي ده وخطط للماتش ده وحضر الماتش ده هيكسب بيراميدز اصلا مستريح، ولكن هو عايز يجرب الاستاف التاني اللي هو موجود عنده، ان انت هل في وقت من الاوقات ان انا لو احتجتك في ماتش صعب قدام في السيزون الجاي هل انا اقدر ان انا اعتمد عليك ولا هتخزني؟ ده بقى اللي انا بلوم عليه لعيبه النادي الاهلي النهارده، يعني بلوم على يعني كل التيم اللي لعب النهارده وبالذات العناصر الاحتياطيه والعناصر الاساسيه. يعني بالنسبه للعناصر الاحتياطيه اللي لعبت النهارده، واحد زي كريم الدبيس، واحد زي خالد عبد الفتاح، واحد النهارده زي في نص ملعب زي محمد فخري اللي هو السنه الجايه بنسبه كبيره بره خلاص انت ما قدمتش اي حاجه النادي الاهلي، واحد زي قفشه، واحد زي طاهر، واحد زي كريستو، واحد زي محمد شريف. ولو محمد شريف النهارده يعني ما اقدرش ان انا الومه لان الفرقه كلها المفروض هي اللي بتحضر له، ما حدش كان بيحضر له اي حاجه، ولكن انا بتكلم على الفرقه دي كلها باستثناء محمد شريف. فانتوا النهارده ما عملتوش اي حاجه خالص، ما فيش اي كوره خالص اتلعبت، ما فيش اي بصمه، ما فيش اي لمسه، وانتوا احتياطيين اصلا، انتوا صف تاني، انت المفروض تثبت لي وجودك، تقول لي ان انا موجود في الملعب، تقول لي ان انا اهو اقدر ان انا تشيل مثلا الفريق اللاعب الاساسي اللي موجود في المركز، وان انا مش احتياطي لا ده انا بنافس مع الاساسي، لكن انت النهارده ما اثبتليش وجودك ابدا ابدا في ماتش صعب وماتش رخم، ده الماتش اللي انا عايز اشوفك فيه، يا فرحتي ان انا انزلك قدام المقاولين ولا قدام غزل المحله ولا قدام اسوان ولا قدام البنك الاهلي، لا انا عايز اشوفك في ماتش صعب النهارده، ماتش بيراميدز ماتش رخم ماتش صعب، خاصه النادي بيراميدز نادي نزل نادي رخم، نادي اصلا اتاسس عشان خاطر يكسب النادي الاهلي، فهم كلهم اصلا عايزين يكسبوا الاهلي باي شكل. ماتش النهارده ايزي جيم، ماتش النهارده يعني خلاص يعني من ثلاث نقط دي مش هتفيد بيراميدز بحاجه ولا هتفيد النادي باي حاجه، المفروض تبقى الاعصاب تبقى هاديه، الاعصاب تبقى مش متوتره، ولكن ما تفهمش في ايه تنشنه وعصبيه من لعيبه نادي بيراميدز وشتيمه وغل وضرب، وفي حاجه غريبه عند لعيبه نادي بيراميدز. هل الاداره بتاعت بيراميدز قايله لكم كده؟ قال لكم انتوا لما تيجوا ماتش الاهلي لازم تلعبوا بغل، لازم يعني تضربوا لعيبه النادي الاهلي، لازم يبقى فيه يعني حاجات بره الكوره تبقى موجوده في الماتش ده، ما تلعبوا يا جماعه ماتش عادي، وخاصه ان انت الماتش ده يعني خلاص انت الدوري النادي الاهلي حسم الدوري وانت خصوصا اخدت مركز تاني، فالثلاث نقاط لا هتفيدني ولا هتفيدك، فانت ايه كميه الغل دي؟
واحد هيقول لي احمد لا ده بيلعبوا بروح، بيلعبوا بحماس، بيلعبوا ماشي يا عم العب بروح ولا بحماس، ولكن في ضرب من غير كوره كتير، في التحامات قويه على اقدام اللاعبين بغل زياده عن اللزوم، في ضرب بالايد وضرب بالكوع كتير قوي من لعيبه نادي بينهم. طب ليه يا عم حاج كل الكلام ده؟ ليه يا اسطى كل الكلام ده؟ ولكن النهارده يعني لو تيجي تتكلم فنيا وككوره اللي اتلعبت بعيدا عن الضرب والخشونه والالتحامات، لا نادي بيراميدز يستحق الفوز النهارده على النادي الاهلي. وهنا اللوم انا ما اقدرش الوم، انا واحد من الناس يعني وجهه نظري الشخصيه، بعض الناس ممكن تنتقدني لكن وجهه نظري لا الوم مارسيل كولر ابدا. من حق الراجل يعمل كل حاجه، من حقه انه يغير ويعمل روتيشن في الفرقه، من حق الراجل انه يغير في طريقه اللعب، من حق الراجل انه يعمل كل حاجه هو عايز يعملها طالما انا حسمت البطوله، من حقه ان هو يعمل كل حاجه. وهنيجي نتكلم برضو حاجه سريعه على الزمالكاويه اللي طالعين والاسماعيلاويه والناس اللي بتتكلم بقى بعد المباراه، يا الحق يا عم الثلاثه، الاهلي شال ثلاثه، اوبا انت اللي شال ثلاثه يا اسطى. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انت حالك صعبان عليا، يعني انا اصلا كل ما بلعبك بشيلك، كل ما مش هلعبك بحط عليك، اثبت لي انك راجل مره وتعال لي في الملعب واكسبني 3-0. انا عمري ما شفتها دي، اكسبني 4 زي ما انا بكسبك، اكسبني 5 زي ما انا بكسبك، راجل لراجل في الملعب. انت ليه بتخلي الانديه التانيه لما تيجي تكسبني بلاك بتطلع وبتتحفل وبتتكلم؟ سان داونز يكسبني، الحق يا عم 5 بتاعت سان داونز، إيه مثلا البيراميدز هو كسبني مثلا 3، الحق يا عم بيراميدز بتاعت 3، وانا اصلا جيمت يعني كام يوم لسه كنت بلعبك وحاطط فيك 4، والدور الاول حاطط فيك 3، والسنه اللي فاتت حاطط فيك 5. طب انت لو انت بتدور يعني على حقك، مين هيجيب لك حقك؟ انت شايف ان بيراميدز هو اللي بيروح يجيب لك حقك؟ طب انت مش راجل يعني، انت نادي كنادي الزمالك او جماهير الزمالك انتوا مش رجاله، ما تيجي يا عم راجل لراجل في الملعب واكسبني وحديك تعظيم سلام، وهقول لك يا عم انت نادي جامد، نادي قوي، انت شايلتني 3-0، شايلتني 4-0، شايلتني 4-1 زي ما شايل، شايلتني 5، هيك انت ما تعملش حاجه، بتيجي فرديه الملعب بمرمطك بمسح بيك النجيله، سواء انت او نادي الاسماعيلي اللي هو بينزل درجه ثانيه بجت الاسماعيلي اتفرج على التحفيل يا اسطى، انت بتحفل فين؟ انت كنت بتسارع على الهبوط وبشيلك كل سنه بلعبك، ما انا بغلبك كاسماعيلي وبشيلك، فانت ايه الزيطه دي؟ اكسب يا باشا في الملعب، تعالى لي راجل لراجل في ارضيه ملعب واكسبني وعديك تعظيم سلام، لكن غير كده ما اسمعش بقك وما تفتحش بقك. عايزين نتكلم النهارده على مباراه الاهلي وداني بيرمت سريعا، عايز اتكلم نقاط فنيه سريعه على المباراه دي، وعايز اتكلم في الجزء الثاني برضو من الحلقه، عايز اتكلم على بالنسبه لصفقات النادي الاهلي، وعايز اتكلم على الاجانب، عندي كلام كتير قوي، ومن الاجانب اللي النادي الاهلي مرشحين ان هم يجوا النادي الاهلي، مارسيل كولر طلب اجانب ان هم يجوا تيم النادي الاهلي، الكلام ده من شهر واحد، حتى الان لسه الطلبات ما اتلبتش مارسيل كولر بالنسبه لموضوع الاجانب النادي الاهلي، موضوع يعني حيرنا وحير كل جماهير الاهلي، ولكن خلينا نشوف الفتره الجايه لا يحصل. فرجع سبسكرايب في القناه، فعل زر الجرس، لايكات الجامد الفيديو، اعمل شير 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 الفيديو لاكبر عدد من الناس، وخلينا نتكلم النهارده على نقاط فنيه مباراه النادي الاهلي وبيراميدز وموضوع الاجانب بالنسبه للنادي الاهلي في السيزون الجاي. لو نيجي نتكلم على المباراه، مباراه سيئه جدا لكل اللعيبه اللي موجوده في تيم النادي الاهلي. مارسيل كولر دايما بيحب انه يعمل روتيشن موجود في الفرقه، ريح نظر يعني عناصر كتير من النادي الاهلي، ابرزهم العناصر الاساسيه زي معلول، زي محمد هاني، زي كهربا، زي بيرسيتاو، زي حسين الشحات، زي مثلا زي اليو جونج، ولكن النهارده اشرق عناصر كان عايز يعني تدي له لمحه، تدي له ضوء، تدي له بصمه، تقول له انا اهو موجوده في مباراه صعبه، مباراه رخمه مع خصم رزمه، لعيبه كواليتي عالي قوي في الدوري المصري، وهي لعيبه نادي بيراميدز، وخاصه بيراميدز هيلعب السنه الجايه مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. حط برضو اللعيبه دي وسط لعيبه اساسيه زي الشناوي، زي ياسر، زي عبد المنعم، كل دي كانت لعيبه اساسيه، وبالذات الثلاثي ده ثلاثي اساسي بيلعب في تيم النادي الاهلي، مثلا زي مروان عطيه بيلعب برضو فتره كبيره اساسي في تيم النادي الاهلي، الراجل عمل ميكس ما بين الاساسي وما بين الاحتياطي. الأسوأ في ان اللعيبه الاساسيه يعني لا اخذت اللعيبه الاحتياطيه وضربت غطس في المباراه، مباراه سيئه جدا جدا لمحمد عبد المنعم وياسر، دايما محمد عبد المنعم وياسر في التمركز الدفاعي ما بين الاثنين، عارفين ان في اخطاء كتير قوي عندهم في الفتره الاخيره، ولكن في المباراه دي لا، اخطاء بالهيله بالهيله، مباراه يعني لا تفاهم ولا انسجام ولا تركيز ولا اي حاجه خالص. تاني حاجه الشناوي، الشناوي
ما اعرفش ليه الروتيشن ما بيتعملش على الشناوي. الشناوي لما بيبقى مصاب يعني بينزل علي لطفي، بينزل شوبير، وشفنا الكلام ده في دوري ابطال افريقيا والناس اثبتت وجودها. طب ليه في مباريات انا مش محتاج الشناوي؟ ليه انا ما اريحش الشناوي؟ عندي 4 5 ماتشات بعد ماتش الزمالك انا مش محتاج الشناوي في حاجه، فاريح الشناوي. ايه اللي يخليني ان انا العب الشناوي في ماتش زي ده؟ عندي شوبير لازم اكسبه في فتره من الفترات في المباريات الجايه، اللي خصوصا ان ممكن يبقى هو الحارس الثاني معايا السيزون الجاي بعد خروج علي لطفي. عندي حمزه علاء اللي ما دخلوش معايا في الماتشات دي واديله مثلا شوط ولا حاجه. لازم مارسيل كولر يعرف حاجه زي كده. مش معنى هو المركز ده انت ما بتعملش فيه روتيشن، فيه انت بتعمل روتيشن في كل فرقه كلها. مش معنى الشناوي، عارفين ان هو قائد وعارفين ان هو الكابيتان وعارفين كل حاجه، ولكن برضه لازم تعمل روتيشن ولازم تريحه وتدخل الناس الثانيه، الناس اللي هتصدي معاك. علامه استفهام دي بالنسبه لمارسيل كولر مدير الفني النادي الاهلي. مباراه سيئه جدا من ناحيه الالتحامات، من ناحيه الفوز بالكوره، من ناحيه التمركز، كل حاجه في الكوره. بيراميدز احرز 3 اهداف، هدف اولاني عن طريق يعني خطا قاتل من محمد بينام حطه في مرماه، هدف ثاني عن طريق فخري لاكاي السترايكرز القوي بالنسبه لتيم نادي بيراميدز، والهدف الثالث عن طريق تسديده من محمود صبري بتترد من الشناوي يخش بيعمل عليها فولو مصطفى فتحي يحرز الهدف الثالث لنادي بيراميدز. كريستو دايما بيحب حته المهاره والفنتات والمروغات، لازم يتعلم الراجل لسه صغير ان انا العب لعب جماعي مع لعيبه النادي الاهلي. كذلك برضو طاهر محمد، طاهر علامه استفهام كبيره، يعني علامه استفهام كبيره. انت المفروض يعني انت كنت الاحتياطي، بيلعب بيرستا واساسي، بيلعب حسين الشحات اساسي، انت احتياطي بتاعهم. انا لما اجي انزلك اساسي اثبت لي وجودك بقى، قول لي انا اهو، قول لي انا موجود. ولكن في ماتش صعب ده مفيش اي بصمه خالص، مفيش اي كوره خالص اتلعبت النهارده من طاهر. الشوط الثاني بينزل ديونج، بينزل حسين الشحات، بينزل محمد عبد القادر، بينزل رأفت خليل في مركز الاسترايكرز. مباراه احلى من فيها من وجهه نظري الشخصيه هو الاثنين الشباب بتوع نادي بيراميدز. عجبني قوي 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 لعب نص ملعب ومحمود صابر، من وجهه نظري مكسب لنص ملعب منتخب مصر الفترات الجايه. لعيب هايل هايل هايل، يتميز بالتسديد من خارج المنطقه برجلين الاثنين، بيشوط برجلين اليمين وبيشوط برجلين الشمال ورجليه مدفع في خارج منطقه الجزاء. كذلك ابراهيم عادل. ولكن النادي الاهلي يعني برضو حاجه سلبيه للعيبه، انا اتغلب وارد ان انا اتغلب، ولكن بثلاثيه دي برضو حاجه كبيره، يعني نتيجه كبيره بالنسبه لتيم كبير زي تيم النادي الاهلي. ما اتغلبش في 3، ممكن اتغلب 2-1، اتغلب 1-0، الكلام ده 2-0، ولكن 3 دي نتيجه تقيله بالنسبه للنادي الاهلي. هارد لك النادي الاهلي، كل الشغل الشغل بالنسبه لنا والتحضير للسنه الجايه. مباراه وعدت ننسى، نخش على الجزء الثاني اللي انا اتكلمت عليه وهي بالنسبه لصفقات النادي الاهلي. صفقات النادي الاهلي علامه استفهام كبيره، وهي بالنسبه لموضوع الاجانب في النادي الاهلي. الكلام ده من يعني من شهر يناير المفروض نكون محضرين اسماء، محضرين ناس، بحيث ان احنا يبتدي الميركاتو، تبتدي نتفاوض معاهم 1 و2 و3 و4 باسرع ما يمكن عشان اللعيبه تخش معانا يعني باسرع ما يمكن للتحضير بقى للسيزون الجاي. ولكن في حاجه غريبه، يعني انا نقطة سلبية بعتب عليها بالنسبة للنادي الاهلي. يعني انا ما ينفعش ان انا ارشح للمدير الفني بتاعي لعيب قيمته التسويقية 5 مليون و6 مليون وانا عايز ادفع فيه مليون. يعني اديني عقلك، انا حدي انا مش فاهمها لحد النهاردة. واحد زي امارال اللي كنا مرشحينه بالنسبة للمهاجم البرازيلي، واحد زي موليكا اللي هو كان مرشح، الناس دي كانت هي يعني 1 و2 بالنسبه لمارسيل كولر ان هم ييجوا تيم النادي الاهلي في يناير. وبرده في الميركاتو الصيفي برده ما زال الراجل مصمم على موليكا. موليكا قيمته التسويقيه مثلا قول 6 مليون. ما ينفعش ان انا اروح لنادي بشكتاش التركي واقول له موليكا $1.5 مليون. ازاي ما بين 6 مليون ونص؟ انت حتى لو عايز تقرب وجهات النظر، وجهات نظر ايه اللي تتقرب ما بين 6 مليون ونص؟ انت بتتكلم في ايه؟ ازاي؟ لا انا واحد زي ده انا ما اخشش معاه في المفاوضات الا لما انا احط على الطاوله $4 مليون. انا هنا ممكن اقول لك المفاوضات انها تتقرب. اتكررت الموضوع ده تاني، فاكرين الجناح السنه اللي فاتت مارسينيو كان بيلعب في الدوري الياباني ورول مارسيل كولر واتفرج عليه وشاف قال لك جناح هايل هاتوه، روح يتكلموا معاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الراجل بيتكلم في $5 مليون بالنسبه للنادي الياباني. النادي الاهلي ولا لا مليون؟ طب من 5 ومليون برضه فرق كبير. طب انا بعرض للمدير الفني سيفيهات لعيبه ارقامها وقيمه التسويقيه بتاعتها عاليه، انا مش قد لعيب قيمته التسويقيه عاليه ما اخشش فيه. دي رساله لعيبه لمجلس اداره النادي الاهلي، لامير توفيق، للناس اللي بترشح اسماء لمارسيل كولر. انتوا ليه يا جماعه بتعذبونا؟ لعيب قيمته التسويقيه 5 مليون 6 مليون لما اجي احط على الترابيزه احط 4 مليون بحيث ان انا لما اجي اتكلم 5 أو 4 ممكن زود 100 زود 200. طب هو ينقصني مثلا 500 الامور تقرب. هو 6 انا حطيت 4 4 ونص وهو يقول لك لا ننزل الموضوع يقرب. لكن الراجل 6 والراجل 5 ما ينفعش نروح اتكلم احط على الطاوله مليون مليون ونص، ده اقصى حاجه عندي. طب ازاي اديني عقلك وفي الاخر تفشل المفاوضات والدنيا ما تتمش واللعيب ما بيجيش. ليه؟ لان انت بادي في الموضوع غلط اصلا من البدايه.
انت مش قد لعيب كنت التسويقيه العاليه انا ما اخشش فيه، بتبذل مجهود خرافي في التفاوض. كذلك النهارده دخلت انت في موضوع دلوقتي موليكا بازل، دخلت بعد كده في موضوع جوستافو اللاعب البرازيلي بتاع الدوري الكوري ده نفس القصه، الراجل برده قيمته التسويقيه حوالي 3 مليون، انت النهارده داخل فيه اتكلمت في مليون مليون ونص بتحاول مع النادي الكوري، كل اللعيبه اللي انا قلت عليه النادي قال لي بيخلص مع اللعيبه وبيعمل الديل مع اللعيبه وبيعمل الديل مع الوكيل وبيتفق على عقد السنوي مع اللعيب، فشلت المفاوضات برده نفس الكلام مع جوستافو وعدم الاتفاق والديل مع النادي الكوري. كذلك دلوقتي انت بتدور وبتبحث على مهاجم، طب انت فشلت مع موليكا فشلت مع امارال، دلوقتي برضو مارسيل كولر قال لك برضو انا عايز جناح، الراجل رشح لك رضا سليم لاعب الجيش الملكي وانت قلت له برضو الجيش الملكي طلب 3 مليون دولار، انت تقول له لا هو ما بس مليون، طب ازاي مليون مليون و200 مليون و300، طب وجهه النظر هتقرب ازاي، حتى الراجل هينزل لك 100000 200 300 400 مش هينزل لك بمليون وينزل لك بمليون ونص. النهارده برضه بنفس القصه ونفس الكلام، النهارده اترشح لعيب جبار، لعيب بص دبابه دبابه، اتفرجت على فيديوهاته على اليوتيوب وشفت بعض الماتشات ليه، حاجه كده قطر في خط الهجوم بالنسبه للنادي الاهلي، هو ادمز المهاجم النيجيري بالنسبه لنادي ليل ستورم النرويجي، حاجه بسم الله ما شاء الله، رجليه اليمين ورجليه الشمال وبالراس، حاجه كده وحش جوه منطقه الجزاء، الراجل ده قيمته التسويقيه بالنادي النرويجي عايز فيه 4 مليون دولار، طب انت بترشحه ليه؟ انت هتدفع نفس القصه برضو، انت بتحرق بنزين ليه؟ انت عايز تجيب مهاجم يبقى ادفع، عايز تجيب مهاجم انت مثلا عارف ان قيمته التسويقيه 4 5 6 حط على الترابيزه 3 ونص، هل انت قادر ان انت تحط 3 ونص على الترابيزه؟ لا مش هتحط، طب انا برشحه ليه الكولر؟ بخش اتكلم معاه ليه؟ بتفاوض معاه ليه؟ انا خلينا انا مليون دولار بالنسبه لي او نص مليون وده اللعيبه هتبقى يعني مش هتفيد النادي الاهلي، هنبقى لعيب يعني زي ميكسوني وزي باتشي وزي بواليا، احنا مش عايزين نفس الكواليتي ده، انا عايزين كواليتي بقى يبقى عالي يكلفك 4 5 6، وزي ما انا قلت عندي وجهه نظر انت الغالي ثمنه فيه ادفع، طبعا لعيب اجنبي لا ادفع فيه، وبالذات اللعيبه اللي انا اتكلمت عليها دي واحد زي رضا سليم ادفع فيه، لكن اللعيبه ام 4 وام 5 وام 6 وام 7 وانا داخل فيه واقول له مليون مش منطقي. بس ده كانت حلقه معاكم الكابتن احمد سيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.